على منافسات هذا اليوم وتداعياته من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أتمنى التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين ولكل المنطلقين في هذا اليوم وفي هذا الشوط. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في هذه اللحظات هنا الدوحة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الأول، اللي تليها على المركز الثاني هنا الشحانية لعنزان بن خاتم النعيمي. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم هنا جباره لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما المركز الرابع هنا القدوم والتقدم من قبل مياسه لناصر بن حسن بن عامر النعيمي على المركز الرابع، ودور المركز الخامس ومن تتقدم الى المركز الخامس اللي سنتعرف عليها في هذه اللحظات لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري واسمها الظبي. ولكن يشاهد التغيير والتقدم من سعير لفهيد بن محمد بن سلعان المري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الاعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، والدوحة ما زالت على صدارة الشوط، وفي المركز الأول عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواسة. مياسة 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 لابس عقال السبق من كوس، ما دام عندي بنت مياس يهبني من مطلعي كوس. الله يا سلام يا بن عامر، وصلك المكسور، وصلك الخيارين. نزاعة نزاعة خطيرة، نزاعة نزوعة نزاعة وبنت مياس، مياسة ونزاعة، مياسة ونزاعة، نزاعة نزاعة تريد انتزاع ناموس الشوط. الله يا المكسور، الله يا سعيد بن محمد زايد الخيارين. يا سلام في شوط الختام، نزاعة نزاعة نزاعة، راح السلام وراح الترشيح، راحت علينا 10-0. تهانينا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وإلى المكسور الخطير، المكسور خطير هذا المضمر ومشاكس ناصر بن سالم المكسور. تهانينا لمالك نزاعة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني لناصر بن سالم المكسور. تهانينا والناموس على هذا الفوز. لحظات الوصول، المركز الثاني مياسة ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، المركز الثالث سلهوده لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الرابع سلهوده لغانم بن منصور سيف الخيارين، المركز الخامس وصلت جباره لمحمد بن زايد المنصوري. اذا مشاهدينا الاعزاء هذه النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه الاولى، وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين بعد ان رشحنا وهنينا مالك مياسه ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، اتانا في الوقت الغير مناسب للمرشحين وائل النعيمي، وبذلك يغير اتجاه الناموس الى الخيارين. 9:35.68 تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين مالك نزاعه، وتهاني لناصر بن سالم المكسور. هذه مياسه بنت مياس اللي ما قصرت في هذا الشوط، 9:36.58. تهانينا لمالك مياسه ناصر بن حسن بن عامر النعيمي المركز الثالث. وصول من سلهوده وتوقيتها 9:38.76. تهانينا لمالك سلهوده سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني موصول لناصر بن سالم المكسور. يسدى الستار بعد نتيجة الثلاث المراكز الأولى على منافسات الحيل والزمول في السباق المحلي الثالث للأشواط العامة.